أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها المؤمنون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رحاب حياة الإمام الثامن من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نقترب من ذكرى ولادته العطرة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن المناظرات التي قام بها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وفي محضر المأمون العباسي. وهنا أيها الأحبة نسأل سؤالا، ما الذي دعا بالمأمون العباسي أن يستقدم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ويجعله وليا لعهده، مع أن العباسيين كلهم ناقمون من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ وهذا الأمر، أي أمر المجيء بالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وجعله وليا لعهد المأمون العباسي، يثير حفيظة بني العباس، وهو بحاجة، المأمون بحاجة ماسة إلى تأييدهم. فما الذي دعا به أن يخطو هذه الخطوة؟ هل أن المأمون العباسي كما أشيع من بعض بني العباس أنه كان علويا، أي أنه كان محبا لآل علي، أو متشيعا، أو غير ذلك؟ لابد أن نقف على هذه الحقائق. في الواقع أيها الأحبة، تعلمون أن المأمون العباسي فقد الجزء الأكبر من شخصيته ومن الشخصية التي تكون قادرة على تسنم هذا المنصب، منصب الخلافة. كيف؟ لأنه فقد كثيرا من المؤهلات، ولهذا أسباب كثيرة. منها السبب الأول أنه لا يحظى بالنسب الكافي كما يحظى الأمين، لأنه نازع الأمين. تعلمون أن هارون عنده ولدان، عنده محمد الملقب بالأمين والمأمون عبد الله المأمون، وأن المأمون ابن تلك الجارية، ابن مراجل، وقد شن عليه الأمين حملة شعواء من الكلام ومن التهم ومن الحط من شخصيته كونه ابن تلك الجارية. وقد قالوا فيها كثير من الشعر عليها ورموها بتهم كثيرة، لذلك فقد جزءا من هذه المقومات، مقومات النسب من جهة الأم. السبب الآخر، وهو من الأسباب المهمة، أنه دارت حرب طاحنة بينهما، بين المأمون والأمين، حرب طاحنة انتهت بذبح الأمين، أي أن المأمون قتل أخاه، قتل الأمين. وهذا عند العرب عار، أن الرجل يقتل أخاه، فكيف يكون لائقا بتسلم هذا المنصب؟ الأمر الثالث، وهو أيضا أمر مهم لا يقل أهمية عن الأمور التي ذكرناها، كثرة الثورات في زمن المأمون، ثورات كثيرة. العلويين قاموا بثورات كثيرة ضد الحكم العباسي، ومن أهم تلك الثورات ثورة ابن طباطبا، ذلك الرجل الذي سيطر، اتخذ من الكوفة مقرا له، عاصمة له،
ودعا الناس لمبايعتي، وولى كثير من الولاة على بعض الأمصار، حيث أن البصرة ولى عليها زيد ابن الإمام الكاظم عليه السلام، وكذلك اليمن صارت تحت سطوته وتحت سلطانه، وكذلك مكة المكرمة أيضا كانت تحت حكمه. وبقي لمدة سنة أو أكثر هذا الرجل متسلما لهذه الأمور. لذلك المأمون أصبحت دولته دولة هشة تحتاج إلى أمور كثيرة، منها الأمر مشروعية خلافته عند الناس. لذلك احتاج إلى أن يستقدم الإمام سلام الله عليه ليجعل من دولته لها مشروعية، حيث أنه استقدم الإمام سلام الله عليه كما ذكرنا لكم في حلقة من الحلقات الماضية، وسار به على طريق لا يمر بهذه المناطق التي لا تكون تحت سلطانه، أن الطريق المألوف كان إذا أراد أحد أن يأتي من المدينة المنورة ويذهب إلى مرو إلى خراسان، فعليه أن يسلك طريق البصرة ثم إلى بغداد ثم إلى خراسان، وهذه الأمصار إما أن تكون مأهولة بالموالين للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أو بالمناوئين لحكم المأمون. لذلك سار به على طريق الأهواز وعلى نيشابور وثم إلى بعض المدن ثم إلى خراسان. لذلك أيها الأحبة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما وصل إلى خراسان وأصر المأمون على تسلمه ولاية العهد وقبل بتلك الشروط التي تبين للناس أن جميع مآرب المأمون لم تتحقق، ومنها من مآربه غير المشروعية أنه أراد أن يقلل من شأن آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، على أنه الشائع والمعروف والمتحقق وما نعتقد به هو أن الآل زاهدون في الدنيا ليس لها عندهم شأن. فأراد أن يبين للناس أن الأئمة إذا ظفروا في الدنيا حالهم حال غيرهم. تعال إلى الإمام كيف رفع هذه الشبهة. قال لما أصر عليه المأمون: لن أتدخل في تولية أحد ولا في عزل أحد. لذلك أيها الأحبة، لا يظنن أحد أن المأمون جاء بالإمام بحسن نية أبدا، والدليل على ذلك لما لم يتحقق من كل مآربه ومن كل نواياه أي شيء عمد إلى سم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الإمام العظيم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أدى دوره وعاش تلك الحقبة مع الضغوط التي تعرض إليها، إلا أنه حاول أن يحافظ على أرواح الشيعة ورفع ذلك الدين العظيم، الإمام الضامن، الإمام الذي ما قصده أحد إلا ورجع بقضاء الحاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين لزيارته في الدنيا، ومن المتمتعين بشفاعته وشفاعة آبائه الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.